عندك حد من بطلاتنا نعرف نتواصل معاه ونطمن عليه ما ياخدش؟ ما شو رأيي مع حضرتك؟ طيب اوكي يا كابتن سرية. الو، ايه الاخبار؟ طمنينا ازيك؟ عليكم. الحمد لله، الحمد لله كله حلو. التألق الدائم بتاعك دايما كده مع المنتخب وزميلاتك، شايفين البطولة دي ازاي؟ يعني انا شايف ان نتائجك نفسها مختلفة، ورايحين لحتة بقالنا فترة كبيرة جدا ما دخلناهاش دور الأربعة، فده في حد ذاته بيديكوا قد ايه من طاقة إيجابية اللي احنا عايزين نكمل مشوار ونكسر القاعدة اللي بقالنا كتير قوي يعني مش معروفة، اللي احنا نخش المربع الذهبي او الدور الأربعة. انقلي لي الصورة، الإحساس بتاعك بتاع لاعبات المنتخب الوطني. واكيد اول حاجه طبعا الفرقه النهارده قدرنا ان احنا نكسب تونس فرق كتير، واحنا كنا من اول الماتش واحنا قايلين ان احنا عايزين نكسبهم فرق سكور كبير عشان تكون مسج يعني لكل الفرق ان احنا جايين ننافس بقوه ونبقى واصلين للفاينل فور. يمكن القرعه خدمتنا البطوله دي، ان طريقنا الحمد لله الى حد ما يعني مش هقول ان هو اسهل طبعا لا، بس كانت البطولات اللي فاتت يمكن ده يعني اريح لنا. احنا لعبنا تونس في الماتش اللي هيأهلنا لدور الثمانيه بكره ان شاء الله مع الكاميرون. احنا في 2019 قدرنا ان احنا نكسب الكاميرون يعني في الماتش اللي قبل الكوارتر فاينل وكسبناهم فرق عادي، بس طبعا بحكم ان هم هنا وفي بلدهم وارضهم وجمهورهم ده طبعا هيبقى في صعوبة يعني حافز ليهم حتى لو احنا احسن منهم، بس احنا هنحاول نعمل اقصى حاجه عندنا عشان نوصل للفاينل فور وان شاء الله. يعني احنا مركزين في كل ماتش بماتش، ماتش النهارده تونس ما كناش باصين على الكاميرون، وحتى لما هنلاعب ان شاء الله الكاميرون بكره مش باصين على ماتش السيمي فاينل، لان احنا بالنسبه لنا كل ماتش يعتبر فاينل. اكيد طبعا برضو اداءنا اتحسن من 2019، الناس كلها حتى كمان شايفه كده ان قد ايه احنا اداءنا اتحسن وقد ايه الفرقه كلها يعني ايد واحده مع بعض وعايزين نعمل حاجه، وده باين اكيد لكل الناس يعني في مصر. سوريا، الفنيات خلاص مع جهاز فني وبنقعد نسمع كل التعليمات الفنيه، لكن كده في الغرف المغلقه ما بين اللاعبين وبعضهم البعض كده، انت من احد اللاعبات الخبرات اللي موجوده في المنتخب، بتقولي لهم ايه؟ هم ردود افعالهم ايه؟ حاسين ايه؟ ايه الهدف اللي هم عايزين يسعوا له قوي يعني؟ والله كلنا واصلين دلوقتي لدرجه ان احنا بكره ممكن نكسب الكاميرون ونوصل سيمي فاينل لاول مره في التاريخ، فدي بالنسبه لنا هتبقى لا حاجه محفزانه جدا، وخصوصا كمان ان هي يعني احنا طبعا خايفين ان هو كاميرون في ارضهم، بس لا احنا حاطين في دماغنا احنا بعد الكاميرون هنبقى من اول احسن اربع فرق في افريقيا، فده محمسنا كلنا وكلنا محدش فارق بقى مين بكره كويس وحش، اهم حاجه ان كلنا نكسب، محدش بكره ولا حد هيتضايق من التاني في الملعب ولا حد هيأنن في كوره ولا حد خالص، كلنا عايزين نبقى ايد واحده مع بعض عشان لو احنا كلنا ايد واحده مع بعض البنش قبل اللي في الملعب هنقدر ان احنا نكسب كتير كمان مش هنكسب بس. ان شاء الله، وتفرحوا كل المصريين هنا ويفتخروا بيك وكمصريات قدروا ان هم يوصلوا النقطه، بقى لنا فتره كبيره جدا ما وصلناهاش مع منتخب كره السله للسيدات تحديدا يعني. اتمنى لكم التوفيق، كل التحيه ليك ولكل لاعبات منتخبنا الوطني اللي فيهم صعبه جدا بالظروف المحيطه ليها، بالتاكيد يعني كان الله في عونكم يعني. يا رب ان شاء الله رعاتكم. شكرا جزيلا لي سوريا محمد، لاعبه منتخبنا الوطني. اطمنا انا على البعثه في مباراه اكيد كل الصعوبات بتبقى موجوده فيها، ولكن زي ما شفتوا كلمت كابتن ايهاب هو عنده ثقه وعنده الحلم ان هو يوصل لابعد نقطه في هذه البطوله، ده كان نقطه مهمه جدا من المدير الفني عشان يصدرها للاعبين.